فرحانة إن حضرتك معانا دايما معانا على طول. إن شاء الله دايما كلنا مع بعض على طول، كلنا مش أنا بس، كل المصريين، كل الناس في مصر. أنت عارفة يا رحمة إن كل الناس في مصر بتحبكوا قوي وسعيدة بيكوا جدا، وزي ما قالت يعني في بداية التقديم إن الدعم الإيجابي من الناس، كل الناس لكم أمر مش هيتوقف وهيزيد، وإحنا بنتحرك صحيح مش بخطوات قوية قوي، لسه ما وصلناش للتقدير الحقيقي للكنز اللي ربنا بعته لنا اللي هو أنتم، فأهلا وسهلا بيك، أهلا وسهلا.